بريكو فيتس ولا كمارا؟ هارون كمارا، هارون كمارا لما نتكلم عنه كلاعب، لو تشوف انت مقاطعه مع القادسيه نحن شفناه كلاعب، يعني اللاعب مو هذا، مو هذا اللي معناته. انا اتكلم معاك، ارجع للقادسيه مع القادسيه، هل يستحق المبلغ هذا؟ لكن هي مشكله عندنا في الانديه المنافسه، خلينا بالعاميه نسميها الهيار، هو ما يستحق المبلغ صراحه. والاتحاد، الاتحاد ما عبد الفتاح ادم، ايوه هو السبب، كان الاتحاد يبغى عبد الفتاح ادم، توقيع عبد الفتاح ادم للنصر راح الاتحاد ايش اللي رفع سعر كمارا؟ ترى كان في منافسه بين الهلال والاتحاد، منافسه بين الهلال والاتحاد، نعم صحيح. هذا كله نظير ايش؟ نظير المستوى اللي قدمه في القادسيه، يعني ما جاء اللاعب كان عنده مستوى، لما جاء الاتحاد اختلف مستواه تماما. صحيح. لا غير ازيد نقطه ثانيه، انه عندنا كان نجم، هو قدم لمحات، قدم لمحات مع القادسيه، لكن هو ما كان مهاجم اساسي. احنا لما نتكلم عن لدرجه انه حتى سرعته في الهجمه، سرعته في الهجمه ترى ما يعني ضعفت سرعته في انطلاقه في الهجمات. اي بس يا جماعه لما نتكلم، لما نتكلم عن دقيقه بندر كمل هاي. اي تفضل. اي انا احس انه سرعته في الهجمات حتى خفت كثير، مو زي سرعته لما كان مهاجم في القادسيه، يعني احس الرجل زاد وزنه صراحه، وانطلاقاته في الهجمه صارت ضعيفه، حتى تمركزه عند الباب ما في. لو تشوف مقاطع مع القادسيه بتمركز عند الباب، واقف تجي له كوره. لكن شوف مباراتنا مع التعاون، كم كوره اللعيبه بيعرضوها ما في، مو موجود، كانت تحصله ورا عند القوس. انت راس حربه تكون قدام يا رجل يا رجل، يكفيك الانفراده اللي صارت امس مع فهد المولد. شوف صحيح. انت ايش سوى فيها؟ هذه لمسه لاعب وتطيح قدام الباب، ما قدامك الا هذه اللقطه اعتقد اللي بعدها حيقفل على الطلب خلاص. نحن لما نتكلم يا جماعة عن هارون كمارا لازم نتكلم عنه. الآن يا شباب انتوا الآن برضو بديتوني جواب يا لوي، انت زي اللي تقول لي واحد تبغاني كيف اقتلك، شنقا ولا رميا بالرصاص؟ تخيل ما خيارك كله مسؤول من بعض، كله بعضه. انت ميت من قلب الدحيح، والله ميت. لا بس يعني هم الاثنين لازم ياخذوا فرصه، خلاص عندهم فرصه. يلا دحين انا ادعم اللاعب، يعني انا ادعم بروكيتس لانه فعلا يعني حقق نتائج مع الاتحاد، اوكي يعني بلاش نقول انه سجل، لكن صنع هجمات، شارك في تحقيق انتصار. انت انا بروكيتس لو بدعم عن الاتحاد يا شباب، يعني انا اشوف بريكوفيتش لو ما جاء مهاجم وجاء صانع او لاعب طرف يمكن كان اصرف. سوالي لما نتكلم عن هارون كمارا وبريكوفيتش، يعني هارون كمارا ترى لما نتكلم عن عمره لا 22 سنه، فصح اللاعب شفنا له سابقا مقاطع كان كويس اللاعب، او شفناه في مباريات يعني كان كويس، هذا قبل الاتحاد. لكن لما نتكلم الان في الفتره الحاليه، لا اللاعب من يوم ما جاء الاتحاد ما قدم اي شيء، لكن لازم نعطيه فرصه سنتين ثلاثه، مضطرين. ليش؟ لانه لاعب دافع فيه 30 مليون. انت جايب لاعب دافع فيه 30 مليون، ما عاد في فرصه. انت دافع 30 مليون ما حينفع، انا ضحك بالاستثمار. لا يثبت نفسه في التمارين ويدخل الملعب، ما لازم ما اضحي بال 30 مليون بسهوله اللي دفعتها. انا ضد هذه الفكره، هذا فكر الجمهور اللي هو شيء اللاعب لانه ما قدم لي مستوى. انا عندي لاعب انا دفعت فيه 30 مليون اساسا، احنا ما عندنا مهاجمين، احنا كذا نفس الوقت هذا هو. في نفس الوقت انت ما عندك بديل، ندعمه لانه ما عندك حل ثاني. اذا لازم ندعم سواء كمان ندعمه، بس مو على حساب الفريق فنيا، انت الضمانات ماليه الان، انت ما عندك بديل، ما عندك بديل. انا افضل لو عندك تقدر تلعب المهاجم الان، تحلل الفلوس اللي دفعتها، بس استفادة فنية ما في، بس انت عشان الحرقة حقت ال 30 مليون جالس تحلل فلوسك، جالس تشرك في الملعب. لكن اضافة صراحة الهجمة اللي اضاعها، يعني البعض حتى يقول جلسته في الدكة، ابتعاده عن حساسية المباريات لها تأثير. لا يا اخي، الهجمة اللي حصلت في المباراة اللي امس، خلينا نتكلم بالتحديد اللي امس، ممكن لو جبت اي شخص ماله في كرة القدم اصلا مستحيل انها يضيعها. يا اخ وليد صحيح كلامك، لا لا معليش الكوره، كلامك صحيح، بس احنا مضطرين ندعم، ما عندنا مهاجمين،
أكيد الوضع الراهن للاتحاد الميزانية ما تسمع. وليد أنت كلامك على الهجمة اللي هو فهد المراد أيوه أوكي أيوه. الكرة هذيك أساسا من فهد من يوم ما دخلت 18 لساعة في الباب جول. فهد المولد فهد المولد فهد فهد بعيد عن مستوى أصلا فهد بعيد عن مستوى بس عنده رجل قوية استاذ رأي فهد بعيد عن مستوى ولو أي وفهد صعب يرجع أنا وجهة نظري إنه صعب حيرجع السنة هذه صعب إنه حيرجع المستوى فهد افتقد أهم جانب في أهم خاصية عنده لي السرعة فهد بدون السرعة يعتبر زي السمكة خارج الماء أيه نفس الانفراد حق تمس لوي جات لفهد في الموسم قبل الماضي أيام كان فهد متوحد والله ناسي قدام أي فريق حطها لب بكل ثقة فأمس كان عنده خيارات إنه يحطها لب إنه يشوتها في الباب لكن هو اختار الخيار الأصعب مع مدافع بيجري مدافع سريع لكن فهد لما يكون في مستوى زي هذه الكورة يعني تقدر تقول 90 إلى 85% يسجلها نفس الهجمة حطها لب صحيح وكان يقدر يسحب الحارس كان يقدر يسحب الحارس على اليمين على اليمين ايوه مو على اليسار هذا راح يسار جهه المدافع حق النصر لا روح يمين اقل لو الحارس اخذته هناك تقدر تحط الكمارة الفاضي بك عموما لا شوف انا بخصوص موضوع كمارة انا اختم لك اياه بعباره كمارة لو جاته 10 فرص محققه حيضيع منها 12 بيرغوفيتش اذا جاته 10 حيسجل 2 هذه الخلاصه